سي طه بشعيب رئيس جماعة بوسكورة، هذا الفوز هذا كيجي بطبيعة الحال بعد واحد الثقة اللي كيوضعوها فينا، أولا للناس اللي صوتوا علينا، أولا المستشارين اللي تيختاروا السيد الرئيس باش يمثلهم في جماعة بوسكورة. بالنسبة لهذه الولاية هي بطبيعة الحال الولاية الثالثة بالنسبة للرئاسة، وكنتمناو أنه نتوفقوا باش نكملوا المسيرة ديالنا ديال المنجزات، ونخرجوا المشاريع اللي هي تقريبا في طور الإنجاز أو في طور أنها تخرج في الصفقات. وكاينه مشاريع جد مهمه واللي غادي يشوفوها الساكنه والمواطنين ديال جامعه بوسكوره، منها المركب الرياضي اللي غادي يكون اللي فيه تقريبا واحد الخمسه ديال التيرانات ديال القرب، وملعب بلدي كبير، وربعه التيرانات ديال الكره الحديديه، وواحد المساحه خضراء مهمه بالنسبه للسكان. كذلك بالنسبه للساحه العموميه اللي غادي تكون حدا الازدهار اللي غادي تنفس، وهي متنفس الساكنه ديال بوسكوره واللي جات في السونتر ديال بوسكوره، والمساحه ديالها كتبلغ تقريبا واحد 16000 متر مربع. كذلك القاعه المغطاه اللي هي في طور الانجاز، والملاعب القرب اللي غيكونوا جوج حداها، هذو راه مبادئ الاشغال، بالاضافه الى المقر الجديد ديال جماعه بوسكوره اللي كيشرف الجماعه وكيشرف المنطقه، واللي غادي يكون حدا الشركه ديال تومسون، واللي تصدات ليه المبالغ ديالو، اللي تعطى المشروع ديالو، المشروع ديال السوق العصري ديال بوسكوره للشركه التنميه المحليه باش تكمل الاجراءات وتلونسي الصفقات وتبدا فيهم. الحمد لله كاينه مشاريع كثيره، كذلك واحد العدد ديال الطرق اللي غادي تفتح واللي هي باديه فيها الاشغال ديجا، وكاين اللي يلاه غادي تبدا، منهم الطريق اللي هي كنشوفوها الناس 3009 اللي كتدي العزبان وكتدوز من حدا لاكار، واللي غادي تكون فيها دي دوبلومون ديال الطريق وفيها الاناره العموميه، وتكون في الطريق في المستوى واللي هي مدخل رئيسي لجامعه بوسكوره. باقي الطرق كذلك كاين الطريق ديال فهده اللي باديه فيها الاشغال اللي كتوجد في ولاد مالك، الطريق ديال لونيب كذلك اللي غادي تبدا، والطريق ديال اللي كتدخل من حدا القنطره ديال الجدارميه نحو الازدهار والعمران. وهادو هذه مشاريع اللي هي مهمه، ولكن من بعد ملي غادي تخرج هذه المشاريع للوجود كما كان الحال المنطقه ديال بوسكوره غادي تعرف واحد الازدهار. كذلك حنا دابا من منصب كبرلماني وكرئيس جماعه تنتظروا انه ان شاء الله غادي نحاولوا نجلبوا واحد العدد ديال المشاريع البوسكوره، واللي غنطلبوا من وزاره الداخليه باش تساندنا، لان المنطقه هي منطقه فاسيه، والجماعه هي جماعه كتموقع في واحد المنطقه مهمه بالنسبه للدار البيضاء، واللي كتعرف كثافه ديال السكان اللي هي في طريق النمو، واللي حاليا كيف تنعرفوا انه كانت في 2014 كتبلغ عدد ديال الساكنة 103000، ومن 2014 ربما 2024 غادي يرتفع هذا العدد، لأن كل 10 سنوات كتكون عملية الإحصاء. والمنطقة إن شاء الله الرحمن الرحيم الساكنة ديال بوسكورة بإذن الله غادي تكون عندها واحد العدد ديال المرافق اللي هي خاصة حاليا، واللي غنشتغلوا عليها كمجلس وكولاية ثالثة باش نخرجوها للوجود ونكونوا عند حسن الظن ديال الساكنة ديال بوسكورة. فعلا هي أي منطقة كترتفع في العدد ديال السكان كيوقع في ضرب وعزة، من بعد كيدخل الأمن كان كينسق في جامعة بوسكورة مع الجهات المختصة على أساس يكون حتى هو هنايا في بوسكورة، وتنظن أن العملية غادة. ولكن حاليا الحمد لله الدرك الملكي راه قايمين بالواجب، ومزيان يكونوا الامن في المناطق الحضاريه والدرك الملكي في المناطق اللي هي قرويات. كاينه بعض المناطق اللي باقا قرويه حسب تصميم التهيئه بالنسبه لبوسكوره.